ده مهمة قوي. اي خدمة؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا عامله احسن مستعجلة، ابتدي جلسة بسرعة. جلسة ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانة، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصة انا تحت امري. اوكي انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. مره بابليون برابار كان نازل يشتري معاسي، راح عند الراجل بتاعنا ده بابليون برابار، ما لقاش الراجل بتاع معاسي. ام قالت له انت ما لقيتش. اما ام بابليون برابار عظيم عظيم. اخيرا بكل اطمن هناك. خف شوية على خف شوية يا معلم، دي لسه مرحلة تمهيدية. وتحديد بعد ابراهيم باشا جوه الله على طول ذاكي. ايه ده دكتور؟ بتدوسه بتدوسه. وايه ده عن نفسك؟ دي بتحصان. خف عليا بقول لك، بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. هو عايز تتجوز وبعد ذاته السماك. هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. مطرش رشدي تحسين مات. مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وديه مثل عراجل وديه مثل عراجل وديه مثل عراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت، قول قول زي ما عجبك قول. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيده عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. حازم يا استاذ. ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما اتسماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ انا زعلان عليك انت. وانا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمر احلم بيكي واتمنى اكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي، انا جنبك وهفضل جنبك لاخر يوم من عمري، ودي كلها ازمه وهتعدي على خير باذن الله. يعني هنقدر ن تحسين. بقولي لا انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوق. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبه، الموقف صعيب وانا حالتي اصعب.
صبر يا زوبة صبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفاية اني طول الليل نايمة وحضن الوسادة الخالية، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبة، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير وبكيش بقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد راشي تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبة بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظة انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئة ونسميه سراج. داكس داكس استنى استنى وحدة استنى خش انت روح خلي دي هنا لقادة فلسطين وحياتك. على مهلك يا اسطى هي الدنيا طارت. طلعها ده بعدك خلاص والنبي لكون شاربة من دمك النهاردة. من خوفي عليكي اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف يا ماما؟